واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. إن هذا الشهر له فضائل، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، يستحب الإكثار فيه من الصيام، وهو أيضا من الأشهر الحرم، وهو الشهر الذي اختاره الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه ليكون أول السنة الهجرية، فهو شهر له فضائل. ومن أعظم فضائله أن فيه يوم عاشوراء الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر السنة الماضية، وقد صامه موسى عليه السلام شكرا لله لما أغرق الله فرعون وقومه، فصامه شكرا لله عز وجل، وصامه اليهود من بعده. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وجد اليهود يصومونه، فقال: ما هذا الصوم الذي تصومونه؟ قالوا: إنه يوم أعز الله فيه موسى وقومه، وأذل الله فيه فرعون وقومه، وقد صامه موسى عليه السلام فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، أو أولى بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، فصار صيامه سنة مؤكدة. لكنه صلى الله عليه وسلم أراد منا أن نخالف اليهود، فأمر بصوم يوم قبله، وهو اليوم التاسع، وفي رواية: أو صوموا يوما بعده، ولكن صيام التاسع أوكد، فيصام هذا اليوم اقتداء بأنبياء الله، بموسى عليه السلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم في صيامه، وهو يوم أعز الله فيه المسلمين على يد موسى عليه السلام، فهو نصر للمسلمين إلى أن تقوم الساعة، ونعمة من الله عز وجل يشكر عليها، وذلك بالصيام. فصيامه سنة نبوية مؤكدة، فيصومه المسلم اليوم التاسع، ويصوم اليوم العاشر الذي هو يوم عاشوراء. ومضت هذه السنة في هذه الأمة، والحمد لله.